أبو حسن واحد من أقدم بائعي العسل في أربيل، يحاول إقناع زبونه القادم من بغداد بجودة هذا العسل فيقتنع ويقرر شراء كيلوغرام منه. العسال الذي ورث المهنة عن أجداده يقول إن زبائنه من العراق وخارجه يبحثون عن منتج طبيعي غير مغشوش. من النكهة والريحة يبين ويبقى على وجدان الأبو المحل، ينتيك الأصلي ما ينتيك هذا واحد فوق 50 سنة. أنا جال صغير ويا والدي ورا وفاة مال أنا قاعد بالمحل. وتشتهر أربيل ومدن كردستان الأخرى بعسل الجبال المعروف بجودته، لكنه يشهد منافسة غير عادلة بسبب إغراق السوق بعسل إيراني أقل جودة وسعرا. اللي يجي يمنمو درجة أولى، اللي يصدروها إلنا نوعية رديئة مو خوش نوعية، حتى الشمع مالتهم مو شمع طبيعي، شمع اصطناعي. على طول هذا الزقاق الضيق قرب قلعة أربيل تتوزع عشرات المتاجر لبيع العسل، يتردد عليها الزبائن ليتذوقوا مختلف الأنواع ويختاروا ما يريدون. العسل مال أربيل كيف جاي من الجبال، يعني لا شكر يحطوا له ولا أبد، هو على الورد وعلى هاي يطلع لا أكثر ولا أقل، يعني مو أكو هسه بغداد يحطوا له شكر وغير الشكر، فمنا كيف أصلين نجي ناخذ منه. ويصل سعر الكيلوغرام من عسل أربيل الجبلي إلى 50,000 دينار، ويتمكن شطار التجارة من بيعه أحياناً ب$100، ويتحفظ الخبراء هنا على أسرار العسل وطريقة تمييز الطبيعي عن غيره والمغذى بالسكر عن الجبلي الحر، لكن هناك اتفاق على أن كردستان تنتج واحداً من أجود أنواع العسل. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.